وصلنا لفقرة سؤال وسؤال، وتعالوا نبدأ الفقرة دي بإني أقول لكم كده معلومة صغيرة للي ما يعرفش إمتى بدأ الاحتفال بعيد الأم في مصر. الحقيقة إن عيد الأم بدأ في مصر يوم 21 مارس 1956، والحقيقة اللي دعا إليه هو الكاتب الكبير أستاذ مصطفى أمين، لأنه حصل معاه موقف كده إنه جات له واحدة ست بتشتكي إن ولادها قاسيين قوي عليها وما بيسألوش عليها وما بيهتموش بيها. فهو طبعا كاتب ومفكر عظيم، فهو دعا الحقيقه المصريين ان هم يحتفلوا بعيد الام مع بدايه الربيع 21 مارس من كل سنه، وكانت 1956 هي اول سنه نحتفل بيها في مصر بعيد الام.